امبارح كان في اجتماع لرئيس الوزراء عشان يتابع اجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من والى سيناء، وده في اطار جهود الدوله لجذب الاستثمارات للمنطقه، تحديدا في منطقه شرق بورسعيد اللي بتتمتع بفرص ومزايا واعده. عشان نعرف التفاصيل المهمة دي وجهود تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء، معانا على التليفون الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بيك يا دكتور، وصباح الخير عليك. طيب، إلى أن يجلنا الخط، إحنا عارفين إن كان في امبارح اجتماع مهم للدكتور مصطفى مدبولي، اتكلم فيه عن كتير من المواقف الصغيرة اللي المفروض تتابع علشان نبقى عارفين إيه اللي بيحصل، وعشان ده في إطار متابعة الحكومة مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، نقدر نعرف فيه التفاصيل صحيح. بتاعة مشروع المبادرات الرئاسية عشان يحصل تطوير لعواصم المحافظات. احنا عارفين صحيح. ان الفترة اللي فاتت يا محمد حصل بناء لمحافظات لعواصم جديدة للمدن، وكلها او اغلبها مدن الجيل الرابع، بتعتمد صحيح. على انها تكون بيئة نظيفة، انها صحيح. بتكون فيها موارد للطاقة والاتصالات. يعني اعتقد انه ده تكملة لرؤية مصر للفترة القادمة. طبعا رؤية متكاملة فيما يتعلق بإقامة مدن جديدة، اصبح لدينا المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، على امتداد المحافظات الظهير الخاص بها اصبح مدن عمرانية متكاملة بنقاط جذب استثمارية جديدة. مرة تانية معانا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور هشام. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. يعني بداية، جهود مستمرة للدولة في تسهيل وخروج المستثمرين إلى سيناء وتحويل سيناء إلى منطقة جاذبة استثماريا، سواء استثمارات إقليمية أو دولية. هو الحقيقة سيناء منطقة مهمة جدا، والحقيقة يمكن موضوع في بعد اهتمام الدولة خلال السنوات العشر الماضية، ويمكن حجم ما أنفق من استثمارات في البنية الأساسية كان كبير للغاية. احنا بنتكلم على 610 مليار جنيه تم إنفاقها، وفي ظل الحقيقة احتياج لهذه المنطقة الفديدة لأرقام أخرى تم زيادة الرقم اللي يتجاوز 1 تريليون جنيه. الحقيقة إعادة تأهيل سيناء من جديد وتقديم خدمات للمواطنين اللي قاطنين في سيناء، ودي الحقيقة كانت مسألة مهمة جدا، لأن سيناء بتشكل عنصر هام في الأمن القومي المصري. فالحقيقة تقديم خدمات ترتقي للمواطنين، سواء كان المقيمين أو حتى لديهم فرص عمل في سيناء، الحقيقة كانت مسألة مهمة جدا. ويمكن على مدار تاريخ مصر المواطن السيناوي لم يحظى بقدر عالي من الخدمات اللي كان بيحظى بها أي مواطن في أي محافظة أخرى، ويمكن عشان كده كان اهتمام الدولة رقم واحد بالمواطن في سيناء، وان احنا نخلق مزيد من فرص العمل في سيناء، وتبقى سيناء الحقيقه منطقه سكن سيناء الشماليه او الجنوبيه تكون منطقه جاذبه للعمران وفرص العمل والاستثمار. وفي اطار ما تم انفاقه وفي اطار اعاده تاهيل البنيه الاساسيه بالكامل، بنتكلم على بدايه انفاق بتربط هذه المنطقه الفريده بمحافظات اخرى، بورسعيد واسماعيليه والسويس، هي كانت مساله مهمه جدا. يضاف اليها بقى الحقيقه تقديم خدمات للمواطنين على مستوى خدمات صحيه، خدمات تعليميه، انشاء بنيه طرق كبيره بتخدم على المواطن وبتخدم على حركه التجاره والاستثمار، كانت مساله مهمه جدا. مؤكد انه كل ما تم خلال السنوات الماضيه وضع سيناء في منطقه الاهتمام الكبرى، ومش بس بالنسبه للمستثمر المصري، لكن كمان بالنسبه للمستثمر العربي والدولي، اخذا في الاعتبار ان الحقيقه مصر الحقيقه موجوده في مكان مش بس انه فريد من حيث الجغرافيا او التاريخ، لكن كمان الحقيقه موجوده في اطار استراتيجيات ومبادرات على المستوى الدولي. يعني مبادره الحزام والطريق المبادره الصينيه اللي هدفها انها تنشئ مسار جديد لحركه التجاره الدوليه علشان يعبد القاره الافريقيه، مصر بتلعب دور هام للغايه في هذا الامر، وسيناء على وجه التحديد هتكون محطه مهمه لجذب استثمارات على نطاق واسع، مش بس علشان تخدم على السوق المحلي اللي بيتجاوز 106 مليون نسمه، لكن كمان علشان تخدم على المنطقه العربيه والافريقيه. بنتكلم على سوق يتسع ل 1.5 مليار نسمه، وبالتالي من هنا بتاتي اهميه هذه المنطقه الهامه واهتمام الحكومه بها، وانها توضع على مناطق الجذب سواء كان السياحي او جذب الاستثماري. دي الحقيقه مساله مهمه جدا بتعطيها الدوله اهميه قصوى.
أكيد. كل شكر ليك دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لوجودك معنا.